خدت الجيمر انا تريك منه اويلي لما تجي الجيمر الاغنيه بالموضوع مصطفى. هدية شكي وحده بيضه اوكي شكي وحده حلوه اوكي بس ما هديها لك اي عادي ما خليكم في اريد علمك انا عندي من اللي يهديني اياها. بالعافيه عليك انت اللي هديتها. تمام رجعنا لكم اعزائنا مشاهدينا حبايبي الحلوين متابعينا الكرام. قبل أن نروح اتصالاتنا خلينا نشوف اليوم ميامي اطلالتها منين. اي طبعا انا اليوم اطلالتي هاي الحلوه كلش والمميزه من ازياء سهره. كلش اشكركم على هاي الاطلاله الجميله واللطيفه. تمام وانت من اطلالتك؟ اطلالتي كمان من الكبير الحبيب. تريد تلبس دشداشه؟ اطلب دشداشتك من سفير الزي العربي الحبيب القريب من القلب حيدر مشاري، مكانه يكون في منطقه الشعب. شكرا لك يا حبيبه ودمت بالف خير للزي العربي. تحياتنا لك. روح اتصالاتنا يلا من يستقبل قبل اتصال؟ كان نستقبل اتصال. عندنا رحله السليمانيه من قلعه الشمال باداره صح. محمود الساعدي والمبدعه اسراء الزبيدي. تمام وعندنا هدايا اليوم هي؟ عندنا من مركز زهراء بيوتي مقدمه مجموعه من الهدايا المجانيه وايضا الخصومات لكل المتصلين 25%، زائد عندنا هم اليوم جهاز كهربائي هديه مجانيه. وعندنا خلطه هدى يوسف. نروح اتصالاتنا ونقول اول اتصال في برنامج بيت بيوت نقول يا هلا وغلا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. شلونك يا حبيبي شخبارك؟ شلونك يعني الله يسلمك يا تاج راس والله فدوى لعمرك. اسمك الثلاثة ومن وين؟ حسن هيثم فاضل من بغداد. حسن هيثم فاضل من بغداد حياك الله يا حبيبي شخبارك؟ حسن منورنا. انت النور كله الله يسلمك يا عين. يلا هسه يبقى حسن نستقبل اتصال ثاني حتى نبلش نلعب. نروح يلا اتصال نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. رمضان كريم وعليك. علينا وعليكم. شلونكم؟ والله الحمد لله. وياكم صديق البرنامج. منو؟ اوس؟ متفق. اوس؟ ايه اوس. اوس احمد عادل من بغداد. اوس احمد عادل. نورت يا صديق البرنامج، نورت يا الحبيب. والله منورنا يا اوس. بنوركم تسلمون. يلا حسن منو تختار؟ اليوم الكهرباء طافيه يعني ما تنسى. تمام نروح الحسن. تمام حسن لقد وقعت في ايادي امينه يا هلا. قبلاتي لك يا حبيبي قبلاتي لك. يلا شلون؟ وكلا والف كلا لليلعب معانا الخصم مالتنا ميامي. يا الله واوس. يلا تمام روح الاول لعبه ويانا مصطفى. حسن انت واني اوس. ها؟ اني اوس وانت حسن. يلا انا حسن. ميامي. نعم. انت لعب مكاني لان انا ما اشوفكم. اوكي خلينا نلعب ونشوف. يلا. بس اوس عادي اذا خسرت انت مع صديق البرنامج همشي المشاركه. احس المره الثانيه احس المره. تمام. تمام حسن سامعني يا حبيبي؟ حسن. حسن. الو. اوس موجود؟ اي موجود. تمام انت راح تلعبين مكان اوس. أوكي. انا راح العب مكان حسن. حسن ما موجود راح العب انا مكانه. اوكي تمام. يلا حسن اكيد تتابعني. يلا يلا انا بلش. بلشي اوس انا العب لك مو. يلا ايه انت لعبينه ما زال. يلا تمام او الف الف مبروك لك يا حبيبي حسن وكلا والف وكلا لك يا اوس يا حبيبي صديق البرنامج. خسرت ويانا وفاز ويانا حسن هيثم فاضل. اذا كنت تشاهدنا يا حسن يا حبيبي من بغداد مبروك لك، قد ربحت جائزه من صالون وكوافير زهراء بيوتي معالي الشعر. اذا كان شعرك مساقط او بيك يعني قرطيفه فهذا معالج راح ينهي لك على كل السوالف اللي موجوده في الشعر. مثل ما ميامي انت عندك هاي قرطيفه؟ انا عندي بيبي هير. بيبي هير؟ ايه تحياتنا لها. شنو هاي؟ شو هالالقاب؟ تمام يلا اما اوس فانت اسمك دخل للقرعه وحصلت خصم 25% من مركز الزهراء بيوتي. تمام نروح اتصالات ويانا ونقول الو. الو 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 رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اخبارك؟ ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله.
من وين؟ من بغداد، فاطمة من بغداد. حي الله فاطمة وحي الله بغداد. فاطمة اسمك الثلاثي؟ فاطمة وعد علي. فاطمة وعد علي، ايش قد عمرك فاطمة؟ 17. 17 العمر كله يا رب. طالبة ربة بيت؟ الله يسلمك. طالبة. طالبة يا صف؟ رابع. يا رب ان شاء الله التوفيق توصلين الدكتوراه. خليك ويانا فاطمة. نورتني. النور نوري. حبيبي. تمام خليك ويانا فاطمة، خلينا نشوف ميامي وياها اتصال. يلا وياها اتصال نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، شلونكم؟ الحمد لله، شلونكم؟ زينة، منو وياني؟ هذا المعادي. شهد أحمد عادل من بغداد. شهد أحمد عادل، شهد شنو هاي؟ والله نيالكم شلون تتحصلوني؟ والله هو بعد حظ. زين شهد أوس قاعد يمش هسه؟ إي أوس قاعد يمش. اوكي شهد احمد عادل من بغداد. ماشي تمام. يلا فاطمه منو تختارين؟ فاطمه مصطفى. هلا هلا والله، هلا فاطمه. واني ميامي. هلا فاطمه. يلا ماشي. يا هلا وغلا يا هلا فاطمه. اني نعم انا فرحان اختاريتيني وفرحان على شغله ثانيه انتم ما تدرون بيها، بس انا ادر بيها ميامي. اي شغله والله ما حد يدري بيها، بس انا مظلومه. ميامي صدق قبل اروح نلعب بين فاطمه وبين شهد. شهد ليش دائما تنزلين ستورياتك على الانستغرام؟ تمام تنزلين مقاطع اللي تربحانه بيها، بس تنزلين مقاطع اللي بيها ربحان. انا افرح من اربح، شكو دا انزل؟ انت نزل مالاتك وانا انزل مالاتك. ها حلو هي صارت، كل واحد ينزل مالاتك. اليوم ما تنزلين اي ستوري. ليش يا بي؟ كلها خساره. لا ان شاء الله، بس انا حيل مظلومه وهو يعرف ليش. تمام روح التصاوير. شكرا للحبيب المبدع القريب من القلب المخرج الراقي. دمت بألف ألف خير، دمت مبدعا وخلوقا رسول الغالي. بعدين اقول لك. تمام نروح لعبتنا التصاوير يا ست العزيزة. يلا يا عيني. تمامها عيني. يلا عيني. يا الله. يلا صفطها ناني. اي مو حتى شي اخربطها ناني. يلا 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 عيني نبدا. وين فطومه يقول الو؟ الو الو فطومه. فطومه اليوم تفوزين للصبح فطومه ان شاء الله. الله 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 وياك. الله 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 فاطمه الف مبروك فاطمه. مبروك فاطمه. مبروك فزت فاطمه ونقل الميامي والشهد. الله 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 وياك. الله الله وياكم. الله 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 وياك. روح روح. يلا فاطمه غني هانيات. الف مبروك يا فطومه، ربحتي خلطه زائد صابونه مقدمه من كوزمتيك هدى يوسف. الف الف مبروك يا فاطمه. شكرا لك فطومه. شوفوا يعني فاطمه هي وعد هي علي هي تمام بدون كل نقاش. أوكي. بدون اي شيء اللي يختار مصطفى الطيب راح يكون في المركز. انت تعرف ليش وانا اعرف ليش، لسه وهاي سوالفه. اللي يختار مصطفى الطيب راح يكون بالمركز الاول. بالمركز الاول تمام ولا لا؟ عيني بالمركز الاول. لا مجا اوزع مراكز على كل الكاميرات. أوكي. هاي هنا مركز اول عندنا، وهنا عندنا مركز اول في حياتي، وكاميرا الحبيب زعبور مركز اول اني، وكاميرا من انا مالتش هم مركز اول، فاني مركز الاول في كل الالعاب. بس احنا بعدنا بالعب الحظ ما اقدر ما اقدر نرجع اتصالات. يلا يلا انا مركز اول فخر مكان.
شنو تيجي تسلم علي وفاز بي وانا يعني ما اعرف شنو الحظ الشايله اني نرجع للاتصالات مصطفى ونقول عندنا اتصال نقول الو قبل لا نرجع اتصالات اوكي قبل لا نقول الو احب عايد الحبيب باشا المبدع المقدم الناجح احمد الشريفي واقول لك العام وانت بمليون خير كل عام وانت يا رب ان شاء الله عمر النسر فدوه روحك احمد الورده متعايدينه؟ لا اماني بعدين عاده معايده خاصه بس اقول لك كل عام وانت بالف خير وان شاء الله اشوفك انجح مقدم برامج بالدنيا كلها احمد بدون ما انجح هو احمد ناجح وهاي اهداء من المخرج الاحمد شوف انا شلون اتذكر اخوتي فارس هم ابو الصوت الاغنوه وفارس هم ابو الصوت تحياتي لك يا فارس يستاهل احمد يعني انا احمد ابن ولاده تمام وهيك شيء اذا عرس يسوي الحبيب القريب يا احمد الشريفي دمت بألف ألف خير يا حبيبي يا رب ان شاء الله طولة العمر بعمر النسر ان شاء الله يا رب كل عام انت بألف خير وربي يحفظك الي فدوى اروح لكم حبايبي حلوين ورجعت اتصالاتنا يلا احمد فحطتنا ابو شهاب تعبتني يلا نرجع اتصالات انت روح الو بما اشرب مي يلا اي عطش مصطفى ولازم نقول الو 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 السلام عليكم عليكم السلام رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم شلونك؟ شلونك حبيبي؟ حبيبي من وياني؟ لمعان صلاح مهدي لمعان صلاح مهدي لمعان صلاح؟ مهدي لمعان لمعان؟ ايه لمعان صلاح مهدي الله حلو هذا الاسم لمعان صلاح مهدي مين تتصلين بيه لمعان؟ من بغداد منورتنا أنت أنور حبيبتي شلون رمضان وياكم؟ الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر يلا ابقي خلينا نستقبل اتصال ثاني ويا مصطفى يلا نروح اتصال ثاني ونقول الو 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 مساء الخير مساء النور يا هلا وغلا شلونك؟ الحمد لله انت شلونكم؟ شو هالصوت الحلو؟ بني نصير منو شو اسمك؟ بني نصير بني نصير شنو؟ بنين نصير شنو؟ قاسم بنين نصير قاسم من وين يا بنين؟ من بغداد حي الله بنين بنونة منورتنا جاي كان شكرا عفوا دا اقولها منورتنا اتصالك انا دخلت بي؟ دا اقولها منورتني بس اتصالك انا لما كنت تحكين ويا البنين انا دخلت تدري ليش؟ انا حكيت؟ انا اقول لك ليش؟ ليش؟ لان اني يعني انا احكي فاني النور ما يحتاج يعني انت تتدخل وين النور بالموضوع؟ عباره عن صبغ وزرق ورق وين النور الموضوع؟ اتفد واحد اتفد واحد شوف هذا النور وين النور؟ هذا الجمال وين النور؟ شوف اعطيني اعطيني مديمات الساد هاي حتى آه حلو. هاي تحياتي الحبيب حدارس يعني بشبع تمام انا عناد مصطفى ما عنده مديم بس روح بنين منو تختارين انا وميامي بنين انت بنين هلا يلا هلا يلا لمعان مستعدة؟ نعم يلا وقف هون يا بيت يلا بيت ست بيت عين بيت واحد نشوف الكاميرا تمام ما عين يلا ها هي عوف لا فرقين يلا يا ميامي يلا عندنا لمعان وعندنا بنين نروح اول شيء ويا لمعان يلا لمعان ايش تختارين؟ روح ويا ميامي تمام بكت ميامي تفوز
اوكي ويصير عنده حظ. يلا يا الله ندعي يا رب. لمعان بدون مساعدة، هانا بحيبس عندنا أربع شكردانات قدامك أمام الكاميرا جاي تشوفينها. لمعان قبل لا أروح المحبس جاي تشوفينها من التلفزيون وجاي تشوفينها من التواصل الاجتماعي. اليم إيدك حبيبي. شلون؟ اليم إيدي؟ إيه. يا هو من عندهم؟ هذا. هذه؟ إيه. تمام. تمام. يلا. عندنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله يلا نشوف. هسه نروح. بتواوع تمام يعني انت ما غششتيها؟ انا غششها هي قالت اليم ايدي شعلها يلا غششتك؟ نروح وي بنين بنين لمعان لمعان نعم غششتك اني؟ ايوه انا غششتك؟ لا والله حرام انا هيك يعني على الله بنين يا بنين منو ويا منو انقطع ويا بنين؟ بنين انقطع وياه اتصال، خلينا ناخذ اتصال ثاني ونكمل يا سيدنا المخرج. يلا. بنين انقطع. ليش ما تلعب بدال بنين؟ لا ما يصير. ما يصير العب مكان بنين، هاي بنين هي استحقاقها، ما يصير انا العب مكان بنين. تمام؟ ناخذ اتصال حتى نرجع ويا لمعان. لمعان خليك ويانا. نعم نعم. تمام. يلا نروح اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا وغلا، لا خلينا نرجع البيت استاذ حبيبي. ارجع بيتي. تمام شلونك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. فد ولا عمرك يا ورد ارجع ست من بيتي حتى تقول هاي ما بيتي كذا تمام؟ معكم نبراس صدام حمد. نبراس صدام شنو؟ حمد. نبراس صدام حمد. من وين نبراس؟ اشخط بنين. من بغداد. من بغداد يلا مستعده نبراس؟ مستعده يلا تمام بيتي ست؟ بيتك. لا ارجعين كلن. هاي لمعان اختارت بعد. لا ما يصير نبراس جديده. نبراس جديده. تمام تمام خليني كهن ها عيني اوكي نرجع وين نبراس ونرجع وين لمعان لمعان نرجع ايش وتختار اول وحده يلا لمعان اختاري يا لعبه راح تلعبون لعبه محيبس يا يعني نبراس لمعان موجوده نعم موجوده يلا ايش تختارين نفسه هو هذا نفسه يا هو هذا تمام تمام نروح وي نبراس يا يعني نبراس يلا خل باوي اختار رقم ثلاثة خل باوي نبراس يا هو اختار رقم ثلاثة واحد اثنين هذا ثلاثة ايه تمام تمام نروح وين نبراس او نروح وين لمعان يلا بالاول يلا ميامي انا بالاول بالاول انت يلا لمعان مستعدة؟ نعم واحد اثنين ثلاثة بعد الف الف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لك يا لمعان ألف مبروك يا لمعان ونبراس صديقتي الغالية خليك ويانا أو نروح اتصلي مرة ثانية شلون لمعان؟ لمعان اكو مركز زهراء بيوتي مقدم لكم هدايا مجانية نعم بالكرادة تدري مركز؟ مركز بستان ما موجود لا عيني ما موجود ما موجود ما موجود لمعان؟ لمعان شنو؟ لمعان صلاح مهدي لمعان صلاح مهدي الف مبروك لك يا اخيتي الغاليه ربحتي ويا رب ان شاء الله دوم نزرع الابتسامه على اهلنا وناسنا ودائما قناه دبليو تي في الفضائيه هي همها الوحيد ان تزرع الابتسامه على شفاهنا وناسنا في بغداد وفي العراق وفي كل الدول العربيه نعم. كافه وكل متابعينا الحلوين هسه لمعان ربحتي من مركز زهراء بيوتي مكياج مناسبات مجانا حلو زين طبعا. اما نبراس فهمي أنا اسمك حيدخل القرعة سفرة للشمال زائد عندش خصم هم من مركز زهراء بيوتي 25% تروحين وتسوين شنو يعجبك بخصم تمام يعني نبراس خليك في علمك انت دخلت القرعة مقدمة من قلعة الشمال بإدارة محمود الساعدي وإسراء الزبيدي وفزت ويانا بخصم 25% من مركز زهراء نبراس شنو؟ نبراس صدام حمد من زهراء بيوتي يا اعزائي المشاهدين ويا حبايبي ويا متابعين حلوين خليكم الى نهايه الحلقه متابعين حتى بنهايه الحلقه راح يظهر لكم رقم الجوائز ورقم الهدايا اللي انتم تتصلون عليه وتستفسرون ايش وقت تجون تستلمون الكارتات اللي موجوده هو الوقت من الساعه 10 صباحا الى الساعه 4 عصرا ونروح اتصالاتنا ونروح وين ويامي والف الف مبروك للفازه وعلى عناد مصطفى بس خليني اشوف ماما صحتني يلا شوف ماما صحتني يلا روح قولي يلا عندنا اتصال الو هاي امها الو 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 هلو الو هلو
السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ رمضان كريم ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم. يا رب يعود بالصحة والسلام عليكم. ان شاء الله يا رب على الجميع، منورنا. الله يسعد من نورك. شنو اسمك؟ احمد اسماعيل مطلب. احمد اسماعيل شنو؟ مطلب. مسلم؟ احمد اسماعيل مطلب. مطلج؟ نعم. احمد اسماعيل مطلق. مطلج. مطلج مطلق نفس الشيء. مين اللي تتصل فيه احمد؟ من الانبار. مين؟ من الانبار. من الانبار، منورنا يا احمد. يا هلا وغلا، يا هلا وغلا، حيا الله الانبار. هلا بيك، يلا استقبل اتصال. تمام نستقبل اتصال ونقول الو. عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك يا تاج راسي؟ شلونك زين؟ تحياتي لك ولاستيت من يومي. تحياتنا لك. تحياتنا لك، منورني. بهاء بهاء يا بهاء. بهاء من وين يا بهاء؟ عبد مطشة. بهاء عبد؟ مطشة. بهاء عبد من بغداد. بهاء عبد مطشر. اي صديق. بهاء متصل بينا؟ اتصل فيكم انا دائما اتصل وياكم. على راسي والله، نورت يا بهاء، حياك الله. بهاء ربحت ويانا لو خسرت؟ انا لا والله بعدني ما فايت وياكم، في 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 صامون واحد صامون بسام. شلون؟ يعني ربحت بس مره واحده؟ ايه تمام. صامون بسام. بهاء من بغداد؟ ايه من بغداد. تمام. نروح وي احمد اسماعيل مطلج. احمد منو تختاره؟ انا ولا ميامي؟ لا اختارك انت. تمام احمد، في ايادي امنه. يلا وبهاء ويا ميامي. ميامي. تمام. انت بهاء وميامي. احنا اصدقاء من احمد. كل البرامج. احمد. يلا الي البيض. حبيبي هاي اللعبه انت وبهاء، هاي اللعبه تعتمد على التركيز وعلى الانتباه، واحنا ما نقدر نساعدكم هاي اللعبه، ولا نقدر نسوي شيء. صح. انا وميامي، هاي اللعبه انتم تركزون وتنتبهون على الارقام. اها اها. نروح وي احمد، اول متصل ويانا يقول يا احمد منو تختار يا رقم؟ نختار رقم 9. مختار رقم 9، شنو السبب؟ يلا بهاء يا رقم. رقم بهاء رقم واحد. رقم واحد. واحد. تمام. يا احمد. يا رقم احمد. هاي رقم 2. رقم 2 هذا احمد. بهاء يا رقم. بهاء. يا بهاء. ثمانية. ثمانية. يا أحمد يا رقم أحمد. رقم 7. أحمد. 7. انتبه. 7. 7. أذن طوبتك يا أحمد. 6. ألف 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 مبروك لك يا أحمد يا حبيبي، وربحت وياي. ربحت وياي. ألف مبروك، ربحت مروحة عمودية. ألف مبروك إلك يا أحمد. كشوف كاب كاميرا، ربحت ويانا مروحة عمودية. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك أحمد. إيش بعد فرحة بقى. ألف مبروك أحمد. خاف الدنيا حارة شي بعد الشتري جتك مروحة. مبروك إلك يا أحمد يا حبيبي. أحمد إسماعيل. أحمد إسماعيل. مطلج من أحمد إسماعيل مطلج من الأنبار. وبها كالعاده انت فزت ويانا بكارت خصم من مركز زهراء بيوتي، ودخلت ويانا قرعه يا بها. سوي كارت باسم بها. تمام تمام. نروح نسمع هاي الاغنيه من الحبيب المخرج استاذ رسول واستاذ فارس والحبيب طيف. فارس تحياتنا لك ونشكرك على هاي الاغنيه الحلوه. حسنك مرقي لو عاد إذا ما شفت مثلك بالعالم أبد. ما شفت مثلك بالعالم أبد. عالمودة تمشي شوية يا ولد. عالمودة تمشي شوية يا ولد. حسنك مصيبة سبية أهل البلد. حسنك مصيبة للبلد. عالمودة تمشي شوية يا ولد. عالمودة تمشي شوية. ميحانة ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا.
شمسنا الحلو ما جانا حي طالب عمي حيك ألف رحمة على ضيك هذول العذبوني هذول المرمروني حيك بابا حيك ألف رحمة على ضيك هذول العذبوني هذول المرمروني على جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني كم نسيت كامل بين ما اخذ لي شويه ها شنو حسوي؟ ايش تقعد من الحجيه؟ كملي ورا الفطور شويه تاخذ لك طبعا يعني اليوم انا فطرت مشاوي وانا يلا عندنا اتصال وانا بالمشاوي ما اقدر يعني الو الو السلام عليكم عليكم السلام شلون اسمك يا اختار مصطفى رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم الله يبارك فيك منو يعني؟ مصطفى صلاح مهدي مصطفى صلاح مهدي حياك الله مصطفى نورت منورنا من وين مصطفى؟ من بغداد حيا الله بغداد يا هلا يا هلا مصطفى خليك كان نروح اتصال ثاني ونقول الو 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 رمضان كريم رمضان كريم علينا وعلي شارب شلون ايش اخبار شارب تكون بخير صحتك عافيتك شلون زين شكو ماكو الحمد لله اسمك الثالث من وين؟ علا خالد كريم علا خالد كريم من وين علا؟ علا خالد كريم من الواسط حي الله واسط حي الله هنا بالكوت حي الله عمامي يا هلا يا هلا بيك علا كل اهلنا وكل اهل ناسنا وبيك اكثر تمام علا منو تختارين انا لو ميامي هو انت هالمره انت هي عقب المختارتني علا من اختاريت ميامي فزتي ولا خسرتي؟ خسرت دخلت بالقرعه بس ما ادري خسرتي والله ادري خسرتي علا بدون كل شيء ان شاء الله احنا نفوز علا بدون كل شيء انا ادري تدخلي ويا ميامي تخسرين كذاب قبل شوية منو فوز؟ وياي ولا ان شاء الله تفوزين قبل شوية انا فزت بالبات مرة واحدة بس مرة واحدة بالبات بس مرة واحدة جيب ديجي يلا بس مرة واحدة يلا 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 مصطفى هاي اللعبة نفسها خسرت فيها يا تصاوير ايش طلعت شنو هالحظ هذا علا وياي يختلف علا علا انت ما اختاريتيني تختلف هسه الوضعية عندنا يلا يلا مصطفى موجود؟ اي نعم نعم يلا عيني انت شو هواي؟ وانا هواي؟ شنو؟ انت هواي انطش من؟ يلا شوف يد داريك بس تفوزين بيض وجهي فوزي يلا فوزي بيض وجهي يلا يلا بلش بيض وجهي بيت بيوت شوي بيت بيوت هاي حجيت ما هو علي تفوزي تفوزي اصلا هاي الحجيه تحبني انت ما تسولف بس ما علي تفوزي يلا خلنا نبلش يلا يلا لعبنا 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 شو مقلوبات مني يا الله خليش عدل وعي انا عدل هسه شو تريد خليش عدل يا الله خليك حبابه تفوزين ما لازم غلط لا تخافين تفوزين الف 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 يلا تستاهل علا تستاهل الف مبروك الف مبروك الف مبروك كلك يا علا في اخر الدقائق في اخر الدقائق ميامي والثواني رادت ان تغش في اخر الدقائق ميامي رادت ان تفعل شيئا تخلي صورة من جوا صعدها فوق ليش ما تقدرين بس هسه شنو ما تقدرين هسه باوع هسه مصطفى وعلا اثنيناتكم اسمكم اس 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 يا هاي اسمكم حيدخل للقرعة سفرة للشمال زائد حصلتوا كارت خصم مقدم من مركز زهراء بيوتي 25% يعني اثنيناتهم فايزين لا انا التحدي اي يعني ربع السفرة اسمك حيدخل للقرعة علا اسمك حيدخل للقرعة سفرة للشمال زائد كارت مقدم من مركز زهراء بيوتي خصم 25% يعني تروحين المركز اي شيء عجبك عندك خصم 25% تمام ها تمام
ومصطفى كذلك، هم اسمك حيدخل للقرعة وهمينا خصوم من مركز بس انتي وانتي في المركز الأول أويلي شرفتينا. المهم اثنيناتكم نفس الهدايا. سؤال سؤال قبل لا ترحين، أسئل السؤال جواب، أيهما أفضل مصطفى الطيب لو ميامي؟ اختاري. هلا ترى غشوني، سمعت الطيب قالوا لك. هلا 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 فديت ربك وفديت كل الناس اللي موجوده، تحياتنا لاهل وسلمينا على الاهل واحد واحد. علا خالد تحياتي لك خيتي الغالي كريم. تحياتنا من واصل للاهل، تحياتنا هن هن بواسط. شوف الناس انا كثر ما هاي علا اسمك دخل القرعه، شوف الناس مرات ما ابكي ما اقدر. ليش مصطفى ليش؟ قلبك يعني ما تقدر؟ تعال حال ميامي. تعال تعال استقبل اتصال بين ما تعال حالة ميامي. ما حد يفوزي، ما حد يفوز وياك. يلا روح اتصال ونقول اتصال. اي حتى يخسر يربح هدايا، نفس الهدايا احنا والربحانين على عناصر. الو الو شلونك خاله، شو اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تدرين انت رمضان كريم، رمضان كريم علينا وعليك. الله علي سولفيلي بأدق التفاصيل. تشوفوا ميامي من يفوزون وياها، يفوزون وياها شنو يفوزون وياها؟ يفوزون وياها ميامي من يختاروها يفوزون وياها؟ لا لا وياك يفوزون. شوفي انت المره تقول تقول لا ترى هو غشاش هذا يغش. تقول لا لا بس وياك يفوزون خاله. تمام الو غشاش. يعني هسه قبل لا اخذ اسمك وقبل لا اقول لك من وين راح تختارين، اختاري ميامي. لا اختارك. شوف طبعا طبعا انت دقيت اليتيم في طي. يلا عندنا اتصال نقول الو. لا لا ما راح اتصال لا وتردتي. وين ما عندك كلينس؟ شو عندك كلينس؟ هذا كلينس شو ايش اللي هذا موجود كلينس؟ اوكي ميامي ميامي دائما يختاروها. اول ما يطلع اتصل يقول الو، تقول له مرحبا. المتصل ما يعرف شنو الموضوع، مباشرة المتصل يختار ميامي. قلت هي بنية وكادر هي بنية ورحت وياها بس ما يدري. اي ما يدري هذا المتصل الحظ وياي. اويلي الحظ عندي انا ربحك. ليش دائما يطلب على الغريب؟ لا لا لك لا. تعال مصطفى نرجع شويه بهاي الاتصال، شويه بهاي مصطفى، شويه بهاي. اخ اجيت حبيت المخرج على هذا الانشاد الله خلانا ناشد بطريقتي الخاصه. اقول نرجع وين متصل. الو 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 وياكم وياكم شلوني؟ الله عليك. هذا مصطفى من يبقى شلوني شويه يسوي لنا مشاكل. فدوى العمر اسمك الثلاثه ومن وين؟ تفضل شويه استراح. اسمك الثلاثه ومن وين؟ يلا شوي بلك تهدئ. يلا يلا من بغداد. اوكي يلا بعد حسين. شو اسمك؟ امل عبد الحسين. امل عبد الحسين من بغداد، حيا الله امل. يا هلا وغلا نورتينا خيتي الغاليه في برنامج بيت البيوت وفي قناتنا قناه دبليو تي في فضائيه، واهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم الله في كل الله مكان. يلا وحده ويا مصطفى حتلعبين. يلا عيني عندنا اتصال نقول الو. الو الو هلو هلو شلونك؟ الحمد لله. منو يعني؟ معتز علي. منو؟ معتز علي. معتز علي شنو؟ فاضل. معتز علي فاضل. معتز من متى تتصل فينا؟ بغداد. منورنا يا معتز. منورك. معتز يختار مصطفى. امل اختارتني. امل اول واحد اختارتني، ما له غرض. اول ما اجي اختارت. يلا الروح الامل والروح المعتز. امل يلا شو وياكم بين ما بيت. امل مستعده؟ اي مستعده. يلا ان شاء الله تربحين ويا مصطفى. معتز الله يسلمك. يلا مستعد نلعب؟ يلا معتز انت متصل بينا قبل؟ اي ربحان؟ لا لا ما ربحان معتز. هسه نروح الامل. يلا امل. اي يابا انا مو اختاريتك فقعدي يمك تسولفين. لا 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 انت تختاري. امل 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 انت تختاري. امل انت جاي تشوفينا من التلفزيون ولا جاي تشوفينا على الفيسبوك؟
ما عدت التلفزيون. تمام، شوفوا امل قدامك اربع اكواب. اوكي. شكردانات، تمام؟ اربعه قدامك، اختاري واحد من هذين الشكردانات. ان شاء الله. اختار واحد من ذني شكردانات. اي اختار واحد من ذني شكردانات كلهم، هذا او واحد من ذني. يلا اختاري واحد. اي هذا اللي بدك تاشر علي. يا ريت بدك تاشر علي، يا فضحتك بدك تقول لك انت بدك تاشر علي. اي هو اللي يمديك اللي يكون ياهو ياهو منهم ياهو ياهو. يعني شلون هذا اللي هذا 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 قريب من الشاشه. تمام تمام تمام، هذا عمل اختارت. خلينا نشوف معتز. معتز مين تختاره؟ يلا هذا هذه معتز. هذه صوتك بعيد. هذه تمام. أمل اختارت هذا ومحتز اختار هذا. اوكي يلا شوف محتز. يلا شوف محتز. يلا انا بلا يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. ماكو معتز، معليش. يلا ارجع اتصل بينا وان شاء الله تربح. يلا تفضل عيني. الروح وي امل هي اللي اختارت. يلا ان شاء الله احنا. امل امل. اي وياك. وياي اريد اسمع الهوله. منو قال؟ يلا يلا اذا طلع المحبس موجود بالشكردانه اسمع الهوله يا امل. يلا يلا تسمع. اكيد ان شاء الله. يلا يا باع التلفزيون. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين. ألف مبروك يا أمل. ألف ألف مبروك لك يا أمل. هي هي. يا رب تدوم الضحكة، تدوم الضحكة على هن وناسنا في هذا الشهر العظيم. هو شهر رمضان، يا رب تدوم الفرحة يا رب. يلا أمل ألف مبروك. أمل عبد الحسين ألف مبروك، حيدخل اسمك القرعة سفرة للشمال زائد كارت مقدم من مركز زهراء بيوتي خصم 25%. سجلتي امل كارت. اتصال يعني حسيت، يعني حسيت في داخلي وجهي صار اصفر، عرقتي،
تمام. عندي مناشده بس بعدين اناشدها، مو حاليا بعدين اناشد. عندي مناشده كلش كبيره لكم راح. بس مو تناشدين وتقرشين. نروح اتصالات. يلا نقول الو. الو هذا حظك يا ميامي، خلي يكون في علمك. حظي اي حظ. تمام الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وغلا. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. شو اخبارك؟ الحمد لله. قبل لا اروح اسبك من وين؟ راح تختارين ميامي تختارين اني؟ لا اختارك لي. ما اقدر مو بدوري. انا ما خليني اشوف والله الاسم. شو اسمك؟ اسمك الثلاثة من وين؟ هناء هيثم فاضل. هناء متصلة بينا قبل مو؟ لا. هناء متصلة بينا قبل. هناء هيثم؟ فاضل. هيثم. مين هناء؟ من بغداد. تمام. بس هناء ترى القرعة يمي اسمش ما دخل للقرعة. هناء. ما في سفرة لشي مع هناء. هناء القرعة مقدمة من يمي إلك. قبل كل شيء. هي شو تسوي بالقرعة؟ ما به اسمها، شو تسوي؟ تدليني هنا القرعة والسفرة اخذت على حسابي. ما طول اختارتني وثقين ام مصطفى. متأكيد؟ متأكيد السفرة على حسابك انت تاخذها؟ اي انا اخذها على حسابي. هنا هنا اصلا اختي وغالي علي. يلا هنا هسه انت اختاريت مصطفى ومتصلة بينا قبل والقرعة يمي، نستقبل اتصال ثاني نقول الو. انا خاف انا فاضي نقول اختار مصطفى، هاي مشكلة. هلو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم، شلونكم؟ زينين، منو يعني؟ عمار علاوي من البصرة. عمار اتصلت عازلكم على الفطور. اي عمار شنو؟ عمار علاوي كاظم من البصرة. كاظم. عمار منو تختار؟ انا اليوم ميامي. لا اليوم ميامي. اليوم ميامي، يا الله. يلا هنا. عمار هدايا من ربك هاي اليوم تختار ميامي. يلا يلا يلا. يلا يلا هسه حنلعب هاي اللعبه اللي انا احبها وشويه قويه بيها حلو. تمام انا وياي هناء. انت هناء وانا عمار. هناء. نعم. عمار ركز. هناء طوباتنا بابا شوف بس خشوف هناء. هناء طوباتنا هنا. هناء انا عنافد واحد لازم نفوز. شفتيهن؟ ايه ذن طوباتنا. يلا تمام الرجال اللي يعني يكونون بالمقدمه. ايوه فخلي نشوف ميامي اللي وياها اخونا وصديقنا عمار. تحياتنا عمار. رقم واحد. يا هناش تختارين؟ ركز عمار. رقم ثمانية. ركزي يا هنا، ركزي يا هنا. يلا عمار يا رقم. رقم ثلاثة. هنا تختارين وركزي يا هنا. اثنين. ركزي يا هنا. تمام عمار يا رقم. عمار يا رقم. ستة؟ ايه أربعة أربعة أربعة. هنا يا رقم. خمسة. تمام. عمار يا رقم. اختار رقم سبعة. سبعة، تمام. هنا يا رقم. تسعة. تسعة يا هنا. تسعة وهاي التسعة. عمار يا رقم. يلا عمار. رقم بعدنا بالركن هذا رقم ستة. هذا اللي بالركن. ألف ألف مبروك يا عمار على عناد مصطفى وهناء. أنا اختاريتي مصطفى يا هناء، شوفي شلون. تمام هناء ما فازت ويانا بس هناء أنت دخلتي قرعة وفزتي بكارت كارت خصم. تمام يا هناء يعني من مقدم من زهراء بيوتي. ماكو هناء أي مقدمة من زهراء. إي هناء هي قالت اختار هذا الرقم يعني هي بإرادتها. أنا مالي دخل. على عنادي. يعني من البداية اثنين. اتصال اثنين. انا ايش قلت؟ اي انت ثلاث الفرق ترى واحد. لا لا اسمعيني اسمعيني الساعه كم متصل عندنا؟ انا بعد ما كاتبه حتى اللي يخسر يدخل. لا 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 واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبع متصلين فايزين وياي. شنو هو سبع متصلين فايزين وياي والله كذاب. وميامي والله كذاب حتى اللي يخسر ده يحصل كارت خصم زين لو لا. يلا هسه خلينا نسجل اسمائهم. طبعا هناء وعمار اثنيناتكم ربحتوا كارت مقدم من مركز زهراء بيوتي خصم 25%. ألف ألف مبروك. زائد عمار اسمك دخل للقرعة. وزاد هناء اسمك دخل للقرعة. هناء دخل اسمك للقرعة ما غرض يمي. شكرا زهراء.
شكرا زهراء بيوتي، شكرا هدى يوسف، شكرا الى قلعه الشمال، شكرا لكم جميعا، شكرا محمود سعد، شكرا اسراء الزبيدي، شكرا لكل المتصلين، شكرا لكل الناس اللي جايه تتابعنا. طيب شكرا لكم حبايبي حلوين، ربي يوفقكم يا رب وينجح هذا برنامج ومحبتكم هاي الحلوه لهذا البرنامج. شكرا لكم، شكرا ميامي. تمام، سوف يظهر لكم الرقم اسفل الشاشه، هذا الرقم هو خاص باستلام الجواز من الساعه 10 صباحا الى الساعه 4 عصرا. شكرا لكم محبتي للحبيب القريب من القلب حيدر مشاري، وروح اكمل ويا عزيزتي الغاليه الجميله اللي دائما تكون مكمله لتقديمه ومكمله لبرنامج بيت بيوت اللي دائما انا وياها نتناقر. خجلني الجميله، خجلني ميامي، خجلني وعد ما اقدر حتى اختم. طبعا مشاهدينا قبل لا اختم احب اذكر انه انا اليوم اطلالتي من ازياء سهره، كلش اشكركم على هاي الاطلاله الكلش دقيقه. سهره؟ نوعا ما. اي سهره عندك سهره؟ لا عندي سهره نوعا ما. ها ابو تقول طلعت من السهره هو هم سهره يعني. ها حلو. سهره حلوه لطيفه مو بالله. حلوه اليوم نطلع شكرا. يلا مشاهدينا خلصت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا باشر ها يمه حلقه جديده حتى نلعب. جاي جاي تاش امي. باي باي.